انت قلت بقى ان انت فاكر اول يوم واخر يوم. طبعا احكي لنا بقى عن اول يوم واخر يوم. ما اول يوم ده اعتقد يعني انا بالنسبه لي كان حلم، وكان انا مش وبرضه انا كان ليا مع نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر عايش حي يرزق، وحتى انا اتكلمت وما زلت بقول اتفق معاه على كل التفاصيل، بس انا اهلي وانا بحب الاهلي وكنت اتمنى التفاصيل الماديه. منصور كلها بتحب الاهلي متهيألي. كلنا منصور طبعا اهلاويه، وانا بعشق الاهلي، وحب في كابتن محمود الخطيب ده يعني، هو كابتن محمود الخطيب حبب اجيال كتير جدا وهو بيلعب، وبعد ما اعتزل حب دي حاجه في دي حقيقه مش بقولها رياء ولا نفاق يعني. فانا كنت بعشقه وبحبه جدا، وكنت متقمص اي ماتش هو يلعبه، حتى لو ما لعبش في ماتش ماتشات ما تابعش النادي الاهلي، انا كنت بحبه جدا بستايله عجبني قوي. فبعد ما بقى اول يوم بقى يعني خلصت نادي الزمالك واتفقت مع كابتن فاروق جعفر، لقيت كايل مهندس عادل الكايل طبعا كان في الوقت ده رئيس الصفقات، انا صغير ومسافرين برشلونه مع المنتخب الاولمبي، قبلها بيوم كنت قاعد مع كابتن صالح سليم في بيته. فالحمد لله ربنا وفاني باختصار يعني، انا عشان موضوع طويل لا قوي. لا 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 احكي يا كابتن، احنا بنحب الحكايه. فروحت لكابتن صالح قعدت في البيت عنده، ووقعت انا كنت متخيل كابتن صالح سليم بقى الشموع السوداء هشوفه والاقي شاب قدامي، لقيت لك راجل كبير في السن، بس كنت فخور جدا ان انا قعدت معاه في البيت يعني. فقلت له طب ايه المطلوب مني يا كابتن؟ قال لي بص، المطلوب منك اللي انت تطلع تصريح اللي انت مش لاعب غير النادي الاهلي عشان نقفل باب اي نادي تاني. كان مش الزمالك بس، كان الزمالك والاسماعيلي والمقاولين كله بيسعى اللي هو كان يجيبني من نادي المنصوره، ونادي المنصوره في مصلحته المبلغ المادي الكبير اللي يدخل النادي، انا بقى في مصلحتي ان انا العب نادي الاهلي بدون مقابل. وفعلا بعد ضغوط كبيره جدا مني طبعا، والحمد لله وبشكر في الوقت ده حتى مجلس اداره نادي المنصوره اللي هم وافقوا ان انا اتنقل للنادي الاهلي برغبتي انا، الفلوس حتى اللي انا كانت المفروض اخدها اتنزلتها لنادي المنصوره، فانا لعبت للنادي الاهلي بدون مقابل 5 سنين. ومش بقول كده، 5 سنين دولت احنا استفدنا فيهم بطولات، وخدنا واستفدت منهم حب الجمهور ليا وحاجات كتير. اوعى تفكري اما اجي اقول 5 سنين بدون مقابل، لا 5 سنين بدون مقابل ماديا، لكن 5 سنين انا استفدت منهم جامد جدا. واستفدنا كل حاجه والله. ان بص، اللي بيحب النادي الاهلي دي ما يبصش للفلوس. ما جيت بعد كده وقعت، سالت كابتن صالح سليم سؤال واحد، حضرتك ما كانش انا كانت الناس تسمع عنه وانا في نادي المنصوره، لكن ما اتفرجوش عليا ليه؟ ماتشات زمان اللي بتذاع، ماتش اهلي وزمالك، ماتشات اهلي وزمالك اللي بتذاع، الاهلي بيلعب اي فرقه بتذاع، الزمالك بيلعب اي فرقه بتذاع، الاثنين بيلعبوا بعض بتذاع، لكن المنصوره بيلعب اي فرقه محدش. فقلت له يا كابتن، انا كنت في السنه دي جبت جون في كابتن شوبير يعني، فقلت له يا كابتن هو حضرتك يعني انت واخدني النادي الاهلي على اي اساس يعني؟ انت ما حضرتك ما تفرجش عليا. قال لي بص يا ياسر، طالما الناس كلها اتكلمت عليك اللي انت لعيب كويس انا مش هختلف عليهم يعني. فده مبدا الحمد لله النادي الاهلي بياخده من بعض يعني. والحمد لله حققت امنيتي ودخلت النادي الاهلي، وكنت في ذهول، وده السر من اسراري اللي انا وانا داخل انا لسه ما زلت بحلم، ولا انا فعلا في النادي الاهلي، ولا انا بشوف النجوم اللي بتمر حواليها دي ما هي نجوم. ايوه انت في يوم من الايام هتبقي نجمه زيهم، واللي هيجي بعدك يبقى كده، بس انت اروح انام مش مصدق اروح انام هل ده حلم ولا لا، اروح التمرين وارجع مبسوط ان الناس بدات تعرفني، حاجات كتير جدا بدات تبان. فدي كانت ممتع النادي الاهلي ده ممتع. قبل ما نروح لاخر يوم في الاهلي، ماتش عمرك ما تنساه انت طبعا لعبت مع الاهلي، سواء يعني بنتيجه حلوه او لا قدر نتيجه وحشه؟ لا بصي، احنا مع النادي الاهلي اليوم اللي نخسر فيه ده او نتعادل فيه دي مشكله كبيره، اجتماعات وقعدات وزي ما انت يمكن ليله طويله حتى شايفه الكابتن خطيب لما بيبقى متواجد مع الفريق احنا مش متعودين، حتى ما بنيجي يجي فينا جون في المباراه بنبقى مفاجاه بالنسبه لنا، احنا متعودين نكسب. عشان كده اما يقول لك هو النادي الاهلي ايه السر في الخمس دقايق ولا الثلاث دقايق، بيقول لا هو مش سر، احنا ما بنبصش للتايم اللي الحكم عطيه، احنا بنفكر ازاي نجيب جون، ازاي نفرح جمهورنا. فالموضوع ده حته بقى، لا نرجع للنا المباراه هي طبعا اميز مباراه لعبتها هي مباراه الاهلي والزمالك اللي احنا كسبنا فيها 2-1، كابتن حسام حسن احرز هدف وكابتن ابراهيم، ودي كانت من الطرق اللي او اللعب اللي كنا كان ايام سبل
ففي ماتشات انا لعبت مع النادي الاهلي حوالي 350 مباراه. خدت مع النادي الاهلي 18 بطوله بين افريقيه وبين عربيه وبين دوري وكاس. شاركت طبعا منتخب مصر لومبو، منتخب مصر عسكري، شاركت منتخب لعبت اولمبيات، لعبت كاس امم افريقيه، لا كتير يعني الحمد لله، يعني حصلت من هنا وهنا على بطولات يعني. فمسيرتي الحمد لله يعني انا بفتخر بها يعني. فبس من اميز ماتشات لعبتها كانت اهلي وزمالك. أهل يعني. اخر يوم بقى يعني اخر يوم ده احنا هنقول بقى اخر يوم يعني اللي انت تاني يوم هتبقى بره الاهلي. والله هي كانت ببص هي مفاجاه بالنسبه لي. يعني انا كان في الوقت ده هو كان مدير الكره الكابتن علاء عبد الصادق. انا كنت متوقع ليه؟ انا كنت دي سنه 2001 كان مع جوزيه وطبيعي ما لقيتش، وكنت راجع من رباط صليبي وما خدتش كام الماتشات ومش راجع برده 100%. فطبيعي جدا اللي انا متوقع اللي ممكن ابقى امشي، وفي نفس الوقت برده محتار بين الاعتزال وبين اللي انا اكمل في اي نادي تاني. فانا برضو يعني اتصلت بالكابتن في الوقت ده بالكابتن محمود الخطيب، قال لي مفيش مشكله ياسر دي سنه الحياه، عايز تكمل مع النادي الاهلي وتشتغل انت شوف انت عايز اداره ولا تدريب، واحنا انت عارف النادي الاهلي مع اولاده ما بيتاخرش بس فكر يعني. فبيني وبينك انا صلاه استخاره ولقيت سبحان الله جاي لي نادي من قطر اللي انا العب فتره مؤقته هناك، وليت سبحان الله لقيت التيكت جاي لي والطيران، وهناك لعبت حوالي 3 شهور ورجعت تاني قلت اعتزل. لا انا لقيت بتوع نادي انبي طبعا نادي محترم ولقيتهم برضو كان في الوقت ده اصلا انبي كان طالع كويس. ما انبي كان طالع وكان عايز يجيب بعض النجوم يعني برضو لعيبه طالعه من الدوري الممتاز بيه ما عندهمش حته ازاي يتاقلموا على الدوري الممتاز وازاي يلعبوا مع فرق كبيره ولاعيبه كبيره يبصوا عليهم ما يتخضوا يعني مش طب ما يتخضوش برضه لعيب ممتاز بيطلع ممتاز قال بتبقى برضه ايه عنده رهبه الانديه اللعيبه بيشوفهم في التلفزيون. فراح في الوقت ده الكابتن محمد يوسف كان موجود، كابتن علي ماهر كان موجود، وانا احنا اعتبر الثلاثه اللي جم من النادي الاهلي دعمنا نادي انبي مع بعض اللعيبه اللي جت من انديه ثانيه. بس يعني في الوقت ده انا كنت بشكرهم طبعا مهندس اعتقد مهندس فخري والوزير سامح فهمي اعتقد وقفوا جنب نادي انبي لغايه ما نادي انبي انت شايفاه بالصرح الكبير ده. احساسك بقى اخر يوم كنت حاسس ان انت يعني هل مثلا كان في دموع او كان في طبيعي اللي انت زعلانه جدا وبرده كره القدم كره جميله اللي انت وانت بتلعبي غير وانت بتمرني. انت بتلعبي وانت مسؤوله عنك نفسك، لكن هتدخلي في مجال التدريب او مجال الاداره لا الموضوع فيه ضغوط اكتر عليكي، وده مش اللي كنت بفكر فيه. لكن كل كان تفكيري الاعتزال، هل ابطل هل العب تاني هل اشتغل في الاداره بالتدريب، محيره. لكن انت زعلانه اللي انت الاصابه طبعا اثرت معايا، وفي نفس الوقت النادي اللي انت بتحبيه في ثانيه هتبعدي عنه. حتى في ماتش من ماتشات الاهلي وانبي انا كنت على دكه الاحتياط والجمهور بيندل بتاع الاهلي، انا فكرت ان انا لسه مع النادي الاهلي ورحت، طبعا طبيعي ان انا اروح لهم بس لسه عشان امشي من النادي الاهلي دي كانت يعني بالنسبه لي صعبه اي لعيب. عشان كده انا بستغرب من اللعيب دلوقتي يقول لك انا مشيت من النادي الاهلي انا رايح نادي ثاني، انا مستغرب جدا ازاي يعني انا في ذهول. ماشي النادي التاني ممكن يكون ماديا احسن منك، لكن شعبيه النادي الاهلي دي ومكانك والناس بتحبك هتخسر كتير، لكن امشي بره. وما الناس سالتني هو احمد ينفع يلعب مش تقريبا في نادي الزمالك برضه، ما زلت بقول نادي كبير ونادي محترم، بس احمد متربي، احمد اتعاش معاه في النادي اتربى في النادي الاهلي اكتر مني هو ايهاب. يعني احمد من 7 سنين في النادي الاهلي وايهاب هو عنده 8 سنين، فطبيعي جدا اللي هو يبقى موجود مع النادي الاهلي. طب ما جاش النادي الاهلي، في انديه ثانيه كتير كويسه في الدوري المصري وعلاقه النادي الاهلي بقى طيبه وكويسه، فاحنا ما بنقلش عن الزمالك. ها مش هيلعب للزمالك ما ينفعش، وما زلت بقوله ما ينفعش. انا مش عشان حاجه، انا عارف ولا هو ولا انت هتبقوا حابين يعني انت حضرتك عايز تقول لا هو هيبقى ولا هو ولا كمان حضرتك. انا بديله الخلفيات لكل نادي، بس ده زي ما بنقول احنا مش خط ابيض خط احمر بالنسبه لي.